قداسة البابا، خليني أزف ليك هذا الخبر وانت حضرتك بتتكلم، ونعلم أنك إنسان صادق جدا جدا. امبارح استشهد وزير الأوقاف الفلسطيني الأسبق وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي. الشهود، شهود العيان، قالوا طيارات إسرائيلية حربية ضربت بيته، فاستشهد هو وعدد من أفراد الأسرة. الأزهر الشريف نعى الشيخ سلامة وقال إنه استشهد على إيد هجوم جبان بعد ما قضى عمره في خدمة رسالة الإسلام والدعوة وتدريس علومه في جامعة الأزهر في غزة. والإدانة مش بس لاستهداف الشيخ سلامة، كمان الأزهر أدان كل جرائم الإبادة اللي بتستهدف أهلنا الصامدين في غزة، وبتأكد إن جرائم الكيان الصهيوني والمذابح الجبانة بتاعته وإرهابه الأعمى لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وصبره وقوته وتشبثه بأرضه ودفاعه عنها وعن مقدسات الأمة. خلوني أرحب بمحمد ابن الشيخ يوسف سلامة شهيد الأمس. الشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى، البقاء والدوام لله يا أستاذ محمد. الله يرحمه، الله يرحمه، ربنا يبارك فيك يا أستاذ إسلام، ربنا يبارك فيك. يعني إيه المعلومات اللي توفرت لحضرتك؟ وطمنا على أفراد الأسرة اللي كانوا موجودين في المنزل، يعني إيه اللي حصل اللي وصل لك من معلومات؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وربنا يرحم الوالد يا رب. هو يعني إحنا زينا زي المواطنين الفلسطينيين نتعرض للقصف خلال 88 يوم، قصف عنيف في كل أنحاء قطاع غزة، وكل البيوت مش آمنة، وكل المناطق ليس فيه موجود فيها أمن. فهم بلغوا إنه مخيم البريج الجار لمخيمنا إنه ينزح، وبعض أهالي مخيم المغازي طالبوهم بالنزوح. فإحنا أصرينا على الوالد إنه يعني ننزح، حكى إنه لحتى الآن يعني ما بلغوا، خلينا في بيوتنا لعد ما يبلغوا، وأصر على بقائه في البيت هو وبعض الجيران إنهم يضلهم في البيت. في الساعة 9 صباحا وأثناء خروجه من الشقة يعني إلى غرفة الضيافة لكي يقوم بالوضوء، باغتته طائرات الاحتلال بالقصف المباشر له. يعني لم يقصف البيت كله، قصف المنطقة الموجود هو فيها، وكان بجواره والدتي رحمها الله وأختي الاثنتين، والحمد لله واحدة نجت والثانية حضرناها اليوم. ومن خلالكم أتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها بإخراجها اليوم عاجلا، وهي الآن تحت العملية في مستشفى العريش العام. ربنا يشفيها يا رب. ويعني البقاء لله، والله يرحمه. الوالد نعاه الشيخ الأزهر، نعاه وزير الأوقاف المصري، نعاه مفتي الجمهورية. هو من عشاق مصر وطيلة حياته على تواصل، ويعشق الأزهر ويعشق جمهورية مصر العربية، ويشيد دائما بجهودها. أنا أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ كمال. تفضل. في سنة 99 2000 تم التكرم من جمهورية مصر العربية بعمل سجاد لفرش المسجد الأقصى المبارك. ما شاء الله. وكان السفير محمود كريم هو سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين. قاعد يقول له يا شيخ طب كيف بده يدخل يا شيخ، والاجراءات وما الاجراءات؟ قال له توكل على الله وسيفرش المسجد الاقصى بسجاد مصري. ما شاء الله. وفعلا والله حملناه على الاعناق السجاد، ودخلناه يدويا ما شاء الله عبر الحبال والسلاسل لحتى تمت عمليه الفرش كاملا. والفرش الموجود في المسجد الاقصى هو سجاد مصري خالص، يعني اسوة بما كان يفعل. السجاد في الأقصى والأقصى في القلب. نعم. وأصر هذا كانت إصرار من الشيخ، من الوالد، إصرار إنه لازم يفرش. نعم. سجاد مصري. نعم. العزاء بكرة مش كده؟ إن شاء الله في مسجد القوات المسلحة.
هنا في القاهرة في مصر الجديدة، مظبوط؟ إن شاء الله. إن شاء الله، يعني تقبلوا الأسرة كلها عزائنا، وطبعا العزاء في آلاف الشهداء، ولكن طبعا الوالد الشيخ يوسف سلامة له وضع خاص في قلوب ناس كثيرة. إن شاء الله نتقدم صفوف والله إن شاء الله يكون كله في ميزان حسناته مما خفف علينا الناس. أنا يعني أقول لك أنا جالس في مصر، وصلت يوم الجمعة، الاتصالات من جميع المسؤولين في جميع الدول العربية ومن المحبين خفف علينا من ألمنا وفراقنا للوالد والوالدة، كان له أثر كبير. الناس يعني أنا يعني الشهداء عندنا لا يستطيع 2 أو 3 يصلوا عليهم، الناس خرجت في عندنا في المنطقة في المخيمات المنطقة الوسطى كلها لوداع الشيخ رحمه الله، يعني وإن شاء الله يكون شفيع لكم يوم القيامة لـ70 من أهله، لأنه شهيد عند ربه حي يرزق. بشكرك أستاذ محمد، ونشوف حضرتك شخصيا بكرة إن شاء الله في العزاء في مسجد القوات المسلحة بمصر الجديدة هنا في القاهرة.